بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياه. والنهارده معانا خبر يهم الكثير من الناس، وهو عن مسابقه تعيين 120 الف مدرس في التربيه والتعليم في كل المحافظات، والتقديم من 9 اكتوبر الساعه 2:00 ظهرا. نتعرف على الشروط والكيفية التقديم. كل ما تريد معرفته عن هذه المسابقة فابقوا معنا حتى تعرف ما هذا الموضوع بالضبط. إذا كنت أول مرة تشاهد قناة مصادر الحياة، قناة مصادر الحياة قناة اجتماعية ثقافية تهم أمور الحياة في شتى المجالات، لا تبخل علينا بالاشتراك، هذا يشرفنا دعما منك لنا. وإذا عجبك فيديوهاتنا لا تبخل علينا أيضا بلايك شير. وإلى الموضوع. الموضوع أعلنته وزارة التربية والتعليم عن إطلاقها مسابقة جديدة للتعاقد مع 120 ألف معلم بنظام جديد يطبق لأول مرة ويضمن اختيار أفضل العناصر التعليمية. ولكن ما هي شروط المسابقة وكيفية التقدم؟ المسابقة تستهدف تعيين 120 ألف معلم وإداري وعامل بشكل مؤقت لمدة عام، يجدد لمسافة أو لمدة 3 أعوام. المسابقة تستهدف تعيين المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة وليس المدارس الحكومية فقط. سيتم إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتقديم في المسابقة الأربعاء، وهذا هو لينك التقديم، وسوف نتركه أسفل الفيديو. المسابقة تستهدف أن المدرسة تبقى وحدة مستقلة إداريا وماليا كالجامعات بحلول 2022. البوابة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات يمكن من خلالها التعرف على طبيعة مهارات المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية. شروط التقدم بتتمثل في الآتي: 1- أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المناسب، وخاصة المؤهل التربوي، يعني يكون عنده مؤهل تربوي من كليات التربية والتربية النوعية، آداب وغيرها من الكليات التربوية. 2- أن يكون عضوا نقابيا بجانب شهادات مهارية سيجري مراجعتها إلكترونية، يعني أن يكون مشترك في نقابة المعلمين وعنده شهادات مهارية أو سابق خبرة. بالنسبة لمعلم التربية الرياضية بيشترط عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها. أن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية سواء كان ذلك في هيئة تعيين أو تعاقد، يعني لابد للمتقدم أن يكون غير له وظيفة أخرى حكومية، سواء كانت هذه الوظيفة حتى لو كانت بالتعاقد وأيضا بالتعيين، لأن طبعا التعيين لا يجوز للموظف شغل أو للإنسان العادي شغل وظيفتين حكوميتين في وقت واحد. ده رقم 4. رقم 5: ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية، يعني لا يكون قريبا من أحد القيادات التعليمية حتى لا يكون هناك وساطة أو يمنع الوساطة. 6: سيتم الخضوع لاختبارات نفسية في الجهاز الطبي للقوات المسلحة، كشف طبي نفسي. سيخضع المتقدمين لاختبارات بالمركز الثقافي البريطاني. أيضا سيتم التحري أمنيا عنه وعن معلوماتيا عن المتقدمين. لن يتم قبول أصحاب الأفكار الهدامة المنتمين لجماعات إرهابية، وطبعا المختلين نفسيا وعقليا والذين يعانون من أمراض نفسية أكيد. البوابة الإلكترونية دي سوف توفر فرص تعيين شهرية، يعني التعيين هيبقى على مراحل وعلى أشهر. ستكلف المسابقة الوزارة 1.6 مليار جنيه. البوابة ستتيح فترة 3 شهور لاستكمال البيانات المطلوبة لمن تم اختياره ليصبح معلم، يعني اللي يتم اختياره هتتيح البوابة له 3 أشهر لاستكمال البيانات المطلوبة. أما من لم يستكمل بياناته خلال المدة المسموح بها
فلن يتم استكمال إجراءاته ويؤخذ من يليه على البوابة الإلكترونية. بمعنى أن أنت اتقبلت فهتبدأ تعمل التحري الأمني، هتعمل الاختبارات في المركز الثقافي، هتعمل الاختبارات النفسية في المركز الطبي للقوات المسلحة، هتثبت أنك لست لأحد قريب لأحد القيادات التعليمية، وهكذا في خلال مدة 3 شهور يكون أنت وفيت هذه الشروط. بكده يكون جمعنا كل ما يهم هذا الموضوع أو كل ما يخص هذا الموضوع، وهو فتح باب التسجيل والتعاقد على 120 ألف معلم من كل المحافظات. في النهاية بتمنى أن أكون وصلت لك معلومة ولو بسيطة، وإذا عجبك الفيديو لا تبخل علينا بلايك شير، ولا تنسى أبدا وأولا وأخيرا أن تضغط على زر الأحمر الاشتراك أو سبسكرايب لتكون عضوا، ويشرفنا أن تكون مشتركا معنا وشريكا لقناة مصادر الحياة، وهي بنا نحيا الحياة بالجد والعمل والتفاؤل. وإلى أن ألقاكم فيديو آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.